حاجة بتستفزك فيهم في الزمن ده؟ طب اشمعنى البنات يعني مش الولاد يعني؟ طيب ماشي، بص حضرتك، هو مشكلة مصر أو تحديدا أما بنيجي نتكلم على بنات، هو كون إن الواحدة بتقلد حاجة معينة، ففي نفس الوقت بيجي مثلا الولاد يعلقوا عليها، طب هي ليه عملت كده أو مش كده. هو أنا عن نفسي شايف إن البنات في مصر محترمين، أنا عن نفسي يعني مش شايف إن هما بيأفوروا كتير، يعني مش شايف ان اللبس بتاعهم خارج شويه، مش شايف ان لهم اي تجاوزات؟ لا خالص، انا من وجهه نظري خالص انا شايف اللي بيعلق عليهم هو اللي خارج عن التجاوزات، هو اللي ده اللي المفروض نعلق عليه. وضح لي ازاي يعني. مثلا بيقول لك ان البنت دلوقتي جريئه جدا ومش محترمه زي زمان. احترام ايه؟ هو مش في حريه وفي قانون في البلد؟ اللي يقول في تجاوزات القانون مش انا او حضرتك او الشعب ولا ايه؟ الحاجة اللي بتستفز الواحد هي المظهر العام، يعني مظهر الشكل الخارجي للبنت، سواء في ملابسها، سواء في حجابها، سواء في المكياج اللي بتحطها. غير كذا انه اصلا الحاجات دي مش بتظهر جمال البنت عامة، بس يعني ممكن تثير الجانب الاخر للبنت غير الجمال وغير اللي هم معتقدين عليها. بالنسبة للبس بتاعهم مش كويس جدا، المفروض اساسا يعني الواحدة اللي تمشي كده في الشارع المفروض تتمسك، يعملوا معاها أي حاجة يودوها لأهلها يسلموها لأهلها كده، أمال كده ما ينفعش حقيقي. يعني الناس بتاخد فكرة وحشة عن مصر. طب أقول لك على حاجة، نتفرج على أفلام أبيض وأسود سنة 70، وأنت ساعتها هتلاقي في تجاوزات عن الأيام دي. طيب ما زمان الناس كانت بتلبس قصير، إيه المشكلة؟ بس ده كان زمان بقى، إحنا دلوقتي في بلد بتتقدم، يعني ما تتقدمش في الفساد بقى، تقدم في حاجة كويسة. يعني زمان لما كانت الناس بتلبس مين جيب في الستينات والسبعينات وكده ما كانش متقدمة؟ ماشي، كان عدد السكان شوية، ما كانش الكمية دي. بعيد عن المظهر الخارجي، السلوك. السلوك برضه، يعني مشيتها، ضحكتها، كلامها، استفزازها بأي حاجة، عطرها اللي بتتعطر، أسلوبها في المشي، كل حاجة دي بتظهر يعني سلوك، يعني المفروض يكون التربية في البيت. طب إيه السبب في التغيير ده؟ طبعا السبب الاول انا برده للبيت، السلوك للشارع، حتى البنت حاولت تحافظ على المظهر، والبيت حاول انه والاسره حاولت تتمسك بالعادات. البنت برضه بتخرج بتشوف حاجتها بصحابتها، دي برضه بتخليها. الحل ايه؟ الحل الالتزام.